النهارده هنتكلم على الكات اي، ازاي نقدر نتحكم في الارتفاع بتاع الحاجب بطريقه طبيعيه. فكره الكات اي ان انت عايز العين مسحوبه بطريقه طبيعيه، فاللي احنا بنعمله ان احنا بنحقن بوتوكس للجزء الخارجي من العين، تمام؟ ده طريقه. والحاجه الثانيه بنعمل فيلر لمنطقه الصدغ والجزء العلوي من الجفن، وكمان ممكن نستخدم الخيوط الجراحيه بتساعد كتير قوي عشان تدينا الشكل النهائي.